السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شوية دردشة حوالين التنر بتاع العربيات رجالة. يعني من ضمن المنتجات اللي اشتغلنا بيها أي شركة دهان سيارات بقى، سواء الدي كابسي أو السبيس أو الديكسون أو الجلازوريت كروماكس، أي حاجة. اللي اكتشفناه في الموضوع ده، في شركات عاملة التينر انواع. احنا عارفين في تينر سريع، في تينر ميديم اللي هو الوسط اللي هو يعني بيشتغل صيف او شتاء، وفي تينر سريع، وفي تينر سريع جدا. السريع والسريع جدا ده عشان خاطر اجواء اللي هي الشتاء، عشان ينشف معاك بسرعه ويخلصك. وفي تينر بطيء، وتينر بطيء جدا ده للاماكن اللي هي الحر، عشان الدهان ما يعملش معاك تبقيع او موتلينج والحاجات اللي بتحصل في الكبوت او تخطيط او كلام من ده. في بقى حاجة تانية اللي هو التينر 2K، عشان خاطر لو حد قابله حاجة مكتوب عليها 2K. ايه 2K ده؟ هو يقصد لك هنا بالتينر 2K يعني التينر ده بيشتغل على الحاجات اللي بتاخد مصلب، يعني ده تحطه على الورنيش بياخد مصلب، تحطه على البوية السادة بتاخد مصلب. وفي الغالب هتلاقي الشركات دي عاملة تينر تاني للبويات البيز اللي هي المط، يعني عاملة تينر للميتاليك اللي هي البات اللي بتاخد تنر وتترش وبعد كده بتاخد طبقه ورنيش. وفي ناس وعلى فكره في ناس بتشغل دون على المط والورنيش عادي والامور تمام، ولكن الافضل كسيستم ده سيارات انك تمشي زي ما المصنع بيقول. فهو يعني مجرد لفت نظر، ده في ناس بتشغل على الاثنين عادي وبتشغل امور زي الفل، ولكن المصنع عامل لك ايه اضافات او حاجه يعني تستفاد بيها بشكل افضل. التو كده تحطه على البويه الساده وعلى الورنيشات يشتغل معاك في الحاجات دي زي الفل، ممكن يديك تسيحه. انما لو جبت التنر اللي هو بتاع البويه الميتاليك، لو حطيته على الورنيش ممكن يخلي لك الورنيش يهد او كلام من ده. واللي عنده اي اضافه حوالين الموضوع ده يسيبها في التعليقات الرجاله. وفي شركات عملت نوع تنر واحد، يعني هو نوع تنر واحد بيشتغل على البويه الساده والورنيش، وبيشتغل على البيسكوت اللي هو المط الميتاليك. هو تنر واحد في منه سريع وبطيء بيشتغل على الاثنين. هي انظمه تختلف. واللي عنده اضافه حوالين الموضوع ده يسيبها لاخواته برضه كرجاله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.